واش نقول لك يا خويا مبارك؟ هاد العام شريت الخروف على حسب لافو تاعه اللي كانت لافو تاعه بحالي راني شريته، وكيما يقولوا بنادم خاصه يهز الخروف من قلعويه ويختار الحاجه المليحه. وهادو ولاد القحاب اللي راهم يطلقوا فيا الدعايات باللي شريت الخروف 3 ملايين ونص، حاشا قول لهم هما شحال شراو الخرفل نسابهم الشكامه. وبمناسبة الرية واش خرجت لي مريضة ولا لا؟ هذاك الشي شغلي مش دروك. السي رباح سعدان، كي خرجت لك الرية مريضة واش غادي دير دروك؟ انا يبان لي عليك تقيس هذاك الخروف وتشري خروف واحد اخر. هاد العام راهم مبرسوا لكم درهم بزاف، وزيد بزيادة الخروف فيه زوج قلاوي، الا زدت تشري خروف واحد اخر غادي يوليو لك ربعة. الرية الا خرجت مريضة انا غادي ناكلها، ولا خرجت قبيحة انا غادي ناكلها، اما انت غير شكم هنا والجزيرة انا مسيطاتك. ورهنيك امك.